شكرا كثير لزميلتنا يارا قصوري بهالتقرير يلي خطفنا ورجعنا لايام زمان. خلينا نبلش بفقرتنا الطبيه، كلنا سمعنا عن حاله الطوارئ يلي اعلنتها منظمه الصحه العالميه على مستوى العالم بسبب تفشي جذري النمط الاول من فيروس امبوكس المعروف باسم جذري القرده، وهذا الموضوع تسبب بقلق لكثير اشخاص، يعني لسه لهلا خايفين من كورونا، اجانا وباء جديد الله يستر. الله يستر، اكيد لهذا السبب اليوم حنحكي اكثر عن تفشي هالمرض، اعراضه واسبابه. يا ترى حنعيش نفس الرعب يلي كنا عايشينه بكورونا ولا الموضوع ابسط من هيك؟ كل هاي التفاصيل حنعرفها مع الدكتور نبوغ العوا، استاذ بكليه الطب جامعه دمشق. يسعد صباح الدكتور واهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، صباح الخير دكتور. اهلا وسهلا فيك، نورتنا. يعني خلصنا من كورونا، اجانا وباء جديد. ما خلصنا من كورونا، هذا اضافي نوعا يعني. ما يعني نوعا ما تماما، يعني فكينا الحظر ولساتنا عم نعاني من الاضرار. هلا في جذري القرده، خبرنا عنه اكثر. هلا هذا جذري طلع بال 2022 اول ما ظهر بالكونغو، بس كان اقليمي يعني محدود، فما كثير اهتموا فيه، اختفى. هلا رجع بال 2024 شمل كل افريقيا، عباره عن بينتقل عن طريق فيروس بسبب المرض الجذري، اصاب القرده وبينتقل من الحيوانات، بس كمان ممكن ينتقل للبشر، وهذا اللي صار هلا سبب الرعب انه انتقل للبشر. نعم، فعم اكثر بكل افريقيا، وصل للبرازيل والارجنتين، ووصل لبعض البلدان المحيطه فينا. بينتقل عن طريق الطعام او عن طريق التلامس، يعني مثلا اذا واحد اكل لقمه او طعام من شخص حامل الفيروس او مصاب بالفيروس بينتقله عن طريق الطعام، ممكن عن طريق التلامس باليد او الى اخره. فهو بسبب اعراض مزعجه واحيانا قد تؤدي الى الوفاه. فمن ضمن اعراضه اللي يعني بشك واحد فيها انه حراره عاليه بتكون في عنده، وفي عنده ضخامه العقد الرقبيه، بينتفخوا العقد، مع وهن عام وتعب جدا خلال 48 ساعة أو ستة أو أكثر بشوي. فبنلاقي في صار عنده طفح جلدي، حويصلات، نفس المنظر اللي كنا نشوفه على جدر المي عند الأطفال، بس هذا طبعا معمم بكل الجسم من الوجه للرقبة للجذع للإيدين إلى آخره، والأسوأ أنه بيظهر داخل الفم، يعني ضمن غشاء المخاطي للفم بيظهر داخله، فهذا بيسبب العدوى اكثر. يعني ما مثلا اذا واحد اكل لقمه من انسان او شارك معه بسندويشه، فممكن من خلال وجوده بالفم ينتقل للشخص الثاني. تمام دكتور، خلينا نحكي اكثر عن سبب تفشي هالمرض. يعني نظام حياه البشر هو ما عم يتغير، ما في شيء عم بيكون جديد لحتى يخلق هيك انواع من هي الامراض. شو سبب تفشي؟ هلا سبب تفشي المرض ما بنعرف شو نقطة البداية، هن قالوا إنه ما له علاقة من ناحية الجنسية، أول شيء التهمة إنه الشواذ الجنسي قد أدى إلى انتشار هذا الفيروس، رجعت نفتت الصحة العالمية، فهذا على ما يبدو انتشر. كيف آلية بدء من القرد الأول اللي نقله للإنسان الأول، هي عليها إشارة استفهام. هي طبعا انتقلت من خلال قطعا حيوان للمضيف اللي هو عباره عن انسان، هو عن طريق عضه او اكل او لامسه، كان حامله اكل بنفس ايده، فبده يكون هذا السبب، يعني قطع مو عن طريق اخر، بس ما بيحددوا هنين تماما اي النقل، بس النقل تمت بتماس مباشر بين الانسان السليم وبين الحيوان اللي كان مصاب، هو في عن طريق عض مباشر او يعني اطعمه بايده. احيانا بتعرفي ببعض حدائق الحيوان الناس بتطعم القرد او الى اخره، فممكن لامس اللعاب تبعه ايد الانسان وحطها بتمه وانتقلت وبلشت القصه تنتشر اكثر. انتشاره سريع جدا وعلاجه طويل، او الشفاء منه بده حوالي 3 لـ4 أسابيع. نعم، يعني دكتور نحن بالنسبه لنا يعني خايفين العالم كله من وباء جديد، بالاخص انه لسه كورونا ما انتهت، لسه في متحورات مستمره، خايفين من فكره الحجر الصحي يرجع ينعاد. ففي كثير ناس بسوريا عم بتقول انه ممكن يكون في نسب وفيات عاليه لهذا المرض غير عن كورونا، هذا الشيء بدي استفسره من حضرتك، وهل ممكن يكون موجود ووصل لعنا لا سمح الله؟ هلا حسب معلومات وحسب تقرير وزاره الصحه لسه ما وصل، بس ما بيمنع مع الأسف ينتقل خاصة بالصيف. هلا نحن طلع بالعراق، أعلنت العراق، السعودية، الإمارات، مصر، السودان،
هدول كلهم أعلنوا إنه في عندهم إصابات وبلشوا بإجراءات الوقاية على الحدود وهو إلى آخره. نعم. هلا نحن إلى الآن نحن في مأمن، بس ما بتصوري يعني إن شاء الله نضل بمأمن على طول، بس يعني بوجود حركة الصيف التنقلات بين الناس والسفر وهذا بده يشوف أهله وهذا بده إلى آخره يعمل سياحة، فأنت ما بتعرفي ممكن أنت تكوني قاعدة بالطيارة جنبك إنسان حامل للفيروس، هذا أسوأ. الحامل للفيروس بيكون لا تظهر عليه الأعراض مثلا بده أسبوعين ثلاثة، بيكون لامس مثلا إنسان آخر مصاب بس مناعته قوية ما ظهرت عليه الحويصلات، فلذلك الناس ما بتتجنبه، بضل قاعد بالطيارة عم يحاكيكي ويصافحك وما إلى ذلك، فهذا بكون أنت مناعتك أقل، بتنزلي بالطيارة حامل الفيروس بيطلع عندك الأعراض. فهون ما بنعرف نحن انه كيف بده، ما فينا نقول والله هذا معه ولا ما معه الا اذا ظهرت عنده الحويصلات، ففي كثير ناس حامل المرض ما بظهر عنده الحويصلات، هذا أسوأ. بتوقت الكورونا مثلا بيكون حامل الكورونا بيعدي نص اهل البلد بعدين بتظهر عليه والله السعال او مشاكل الرئه والى اخره، فحسب المناعه الحقيقه دائما كل امراض فيروسيه بشكل عام هي المناعه، وقت مناعتك قويه ممكن تصابي خفيف، ممكن تصيري بس حامل للمرض بدون ما تنصابي، اما المناعه البسيطه او الخفيفه بتقدر بتظهر على الاعراض وما بيخبي حاله، يعني هذا ميزه انه نعرف انه هذا اخي بنعزه الى اخره، فان شاء الله لا، بس انا مالي مطمئن انه ما تصاب ان شاء الله لا، بس ان شاء الله ان شاء الله اكيد لا. يعني خلينا نحكي عن الاعراض الاوليه، انا اليوم كيف بدي اعرف انه هذا الشخص مريض وهل اعراضه هي مشابهه لاعراض كورونا؟ هلا اعراضه لا ما كثير مشابهه للكورونا، الكورونا ببلش بموضوع رشح وقريب بحت صوت سعلي، هذا ما فيها الاعراض، هذا بيجي حراره عاليه تمام وهن عام تعب جسمه تعبان ما عم يقدر يتحرك، وبيظهر عنده عقد بلغميه يعني بينتفخ العقد تحت العنق عقد اللمفاويه بتنتفخ، بعد ما تظهر لهالمرحله هي يومين ثلاثه الرابع ببلش يطفح كل جسمه بآن واحد بهذا الحويصلة. حساسية جلدية؟ لا لا مش حساسية، مثل حبوب صغيرة معباية مي. مثل الجدري العادي. مثل الجدري يعني. مثل الجدري العادي تماما، وحواليها نقطة يعني دائرة حمراء بكل جسم وبحك كثير، حاك يعني بيقتل حاله من الحك مسكين. بينتشر بكل الجسم مثل ما حكيت إلى جانب إنه ممكن تشوفه داخل الفم. فهون وجوده داخل الفم مزعج اكثر، لانه هذا بصير اسهل ينتقل عن طريق اللعاب، ينتقل عن طريق اسهل معلقه كاسه الى اخره. نعم. وبيقولوا انه لازم الاوعيه تبع الملابس يا بتنحرق يا اما بتنغسل لحالها، لانه حتى انه ما تنتقل انا عم بغسله ضمن مجموعه ملابس اخرى انه تنتقل من ملبس لاخر، فالدليل انه نفس الحويصلات الموجوده على الجسم تنتشر على اللباس وممكن من خلالها ينتقل لانسان ثاني. يعني واحد لبس قميص ملوث ممكن ينتقل له، يعني شوي غليظه الشغله. يعني دكتور حكيت عن يمكن الاسباب لحد الان غير معروفه، قلت لنا السبب الرئيسي غير معروف، حكينا عن طرق انتقال الفيروس من شخص الى اخر، بس هلا بدنا نحكي عن فكره العلاج او فكره التداوي من هذا المرض، هل يوجد لقاح موجود صار لجذري القرده؟ هل في فتره استشفاء معينه بتبعها المريض؟ شو الاجراءات الطبيه اللي عم بتصير؟ هلا العلاج ما له اي علاج نوعي، العلاج هو مسكنات وخافض حراره مثل السيتاموت بنادول والعزل، اهم شيء انه نعزل الواحد ما يتماس مع اهل البيت او حتى اصدقائه بالشغل، هذا اهم درجه بنقولها هي الوقايه. بالنسبه للقاح ما في اي لقاح الى الان، امبارح احد الشركات الامريكيه قالت انه نحن في طور اعداد لقاح، بس مشكله اللقاح بعد ما صارت معنا مشاكل لقاح الكورونا وبعض انواع اللقاحات ببعض الشركات سببت مشاكل قلبيه واضحه ووفيات ومشاكل والعالم كله عرفتها، بس بعد مع الاسف بعد ما كانت اخذت اللقاح وتاذت، فما بعرف صار في عندنا مصداقيه انه ناخذ اللقاح، يعني هي مشكله لازم يعني واحد يعرف مصدر اللقاح صح، الشركه اللي عم تسوي جاده ولا مجرد بيع تجاري لنرفع عدد المدخول المالي للشركه، يعني من اهم الشركات اللي اصدرت تماماً لقاحات، هذا اللي بفاجئك انه اهم الشركات المعروفه عالميا سببت مشاكل اخرى، وانا بتصور هي داري او في علم انه عندها السايد افكت او هالتاثير للقاح تبعها، بس اتغاضت عنه مشان الناحية موضوع الربحية تماما الناحية الربحية، فما بعرف يعني إذا بيساوي اللقاح كيف بينطرح مدى العالم قديش بيصدقوه، ما بعرف يعني هي لساتها مع الأيام تبين، بتمنى إنه يتلاشى هالمرض قبل ما نقع بمشكلة اللقاح، لأنه كمان اللقاح إذا ما كان مضبوط مخيف أكثر. تمام، شو هي طرق الوقاية؟ أنا كيف اليوم بدي أحمي حالي؟ هلا تحمي حالك أهم شيء تغسلي إيديكي
اول ما نرجع على البيت او باي مجال مثلا قبل ما تشربي اي حتى شرب تمام نظافه شخصيه. اذا لقيت واحد مثلا منعنس شوي تعبان الى اخره بفضل ما نقرب كثير عليه. هي عاده التقبيل حبيبي وعيني هي بلاها معلش خففها هلا تكون يعني من بعيد لبعيد. وانا الافضل انه المريض نفسه اذا حس حاله تعبان او عنده عقد او عنده شيء يا ريت يعني هذا الوعي نحن ضعيف عنا للأسف. يعني مثلا بالرشح العادي بتلاقي ولد مرشح وهذا امه بتبعته على المدرسه انه بده يخلص منه عم يشيطن بالبيت لا يعدي الصف كله صح. ولا يضل قاعد بيوشك هذا الغلط. يعني الوعي الصحي الذاتي هو اللي بيساعدنا انه نخفف الامراض وتكون محدوده اكثر وما ينتشر. فيعني الوعي النظافه وعدم يعني التباعد نوعا ما بموضوع العلاقات الشخصيه. دكتور اي مرض حديث هو مخيف بالنسبه للاشخاص يلي بيسمعوا عنه لانه ما عندهم معلومات كافيه لسه عنه، ما بنعرف شو هي الحالات الاكستريم يلي ممكن تصير، ولكن نحن دائما بنخاف من فكره نسب الوفاه ونسب الشفاء، هل هي مرتفعه بالنسبه ل؟ والله فيها هلا منظمه الصحه من فتره قالت في ارتفعت كثير نسبه الوفيات بافريقيا. هذا بيسبب اما التهاب الدماغ او بينتقل بيصل للعين ممكن يسبب عمى كامل. فاختلاطاته مزعجه جدا. فقالت انا يعني بتقريرها الاخير من يومين انه تفاجات او بما معنى انه زادت كثير نسبه الوفيات عند بعض الناس. بيرجع الامر حسب الـ يعني المناعه، يعني اذا مناعه قويه بيقدر يتجاوزها نوعا ما باقل اختلاط ممكن. مناعه ضعيفه بتصور لي بتكون مزعجه مثل اي كورونا او اي اصابه فيروسيه. تمام، في خطوره لهذا الشيء؟ يعني ممكن الانسان ينصب وتوصل حالته تصير فعلا خطيره؟ ممكن ما يطيب بشكل سريع؟ ما يطيب لانه ما في دواء. ومناعته اذا ضعيفه بيروح، يعني ممكن ما بيروح من الحويصلات، يروح من الاختلاطات بتنتج عنها، يسال على الدماغ، يسال على العين، يسال على مناطق ثانيه حيويه. يطيب ويرجع له مره ثانيه ولا هي بتصير مره هلا المفروض مره واحده، المفروض بس الى الان ما قالوا انه ممكن نرجع ولا لا، بس هو المفروض بس مره واحده. يعني لساتنا جداد لسه ما بنعرف لساتنا جداد تماما تماما. طيب دكتور انا كيف برفع مناعتي؟ هذا الشيء مهم لحتى الكل يعرف شو هي الطرق اللي بنقدر نرفع فيها المناعه لحتى نتجنب الاصابه وان صبنا نقدر نشفى بطريقه اسرع. هلا اهم شيء هو الغذاء المتوازن، بس مع الحياه الاقتصاديه الصعبه يعني الشعب السوري مع الاسف ما عاد يقدر يامن كل امكانيات الغذاء المتوازن اللي لازمه لجسمه، فعم نلجأ للدواء البديل او الفيتامينات البديله. انا برايي اهم شيء هو الفيتامين د، مثل ما حكينا ايام الكورونا هو الحي اللي بيرفع المناعه. وانا لقيت انه وقت ايام الكورونا عملنا تحاليل دم لنسبه الفيتامين د لانها كثير منخفض لدى الشعب السوري. صحيح. رغم انه بلادنا فيها شمس كثير. فلجأنا انه نعطي فيتامين د، فانا بنصح انه نرجع ناخذ فيتامين د، نعمل تحليل نشوف ايش النسبه. وعلى الضوء ممكن نعطي حبة بعيار ألف أو خمسة أو عشرة حسب ما الطبيب يقرر. زائد إذا بيقدر طبعا يعمل التغذية بالبروتينات والأمور هي بيكون أفضل، بس يعني ما كتير مؤمن لمن استطاع إليها سبيلا. ممكن يطلع قرارات أو دراسات جديدة هلأ ننطر بتخص اللقاح، ممكن أتعرض لهذا الشيء؟ هلأ اللقاح ممكن يطلع خاصة إذا بده يكسبوا الوقت من الناحية المادية، يعني هدول شاطرين قادرين بهذا الوقت القصير تمام. يعني هن لاحظي أنت إذا بتلاحظي بلش مثلا بالكورونا بلشت شوي بعدين زادت الإصابات صارت عالم تتمسك بالهواء بس لتنقذ حالها، زدتوا لهم اللقاحات منيح ما منيح مجرب ومجرب بس العالم بدها تخلص. هون أنا بتصوري بستنوا لتزيد الذروة أكثر بعدين بزدتوا لهم اللقاح، بجوز اللقاح جاهز ممكن، يعني بتعرف هدول الشركات ما عندهم شغلات انه ممكن يكون اللقاح جاهز بس بيستنوا لحتى الذروة المرض تزداد، العالم تصير متشوقة انه توقي نفسها، خاصة اللي بيسافر كثير عنده اضطرار يسافر من بلد لبلد فبده ياخذ اللقاح. هون بقى مشكلتنا اللقاح يا ترى بيفيده بيعمل له سايد افكت، ممكن بالمستقبل يعمل له مشكلة جديدة مثل ما صار معنا ببعض انواع لقاحات الكورونا، هي كلها تحت اشارة استفهام. تمام. طيب دكتور يعني معلومات كثير اعطيتنا اياها ونورت صباحنا، دائما هيك بتخبرنا على القصص يلي العالم بتستفسر عنا وبهمها انها تعرف اكثر. شكرا كثير لك نورتنا وشرفتنا لليوم. شكرا كثير لك. مشاهدينا فاصل صغير وبنرجع لنكمل بقيه حلقتنا سوا.